أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة حريصة على الوفاء بمتطلبات التنمية التي تنهض بمعيشة المواطن وترتقي بمستواه الحياتي، وهي في سبيل ذلك تعمل وفق التوجيهات الملكية السامية على استثمار الموارد المتاحة في المملكة لتحقيق نمو اقتصادي قادر على رفض المسار التنموي ودعمه. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الأوضاع في بعض دول المنطقة تبعث على القلق، فبعض الشعوب العربية اليوم أصبحت بلا مأوى وأجبرت على الهجرة للأوضاع المتردية في بلدانها، لافتا سمو إلى ضرورة أن يكون التعاون الدولي كما هو قويا في مساعدة هذه الشعوب على توفير المأوى والمتطلبات المعيشية لها بذات القوة والفاعلية لحل المشكلة التي أدت إلى خلق هذا الوضع الأمني والإنساني المتدهور. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن المخطط الذي استهدف بعض الدول بزعزعة أمنها واستقرارها كان يراد أن يكون بذات الصورة في بلدنا، لكن يقظة شعبنا والتفافه حول راية الوطن أفشلت كل مخططات الشر، مؤكدا سمو بأن شعب البحرين بوعيه استطاع أن يكون حائط الصد وخط الدفاع الأول عن الوطن. وشدد سمو على استمرار الحكومة في تهيئة الأجواء التي تعزز المشاركة الشعبية في القرار من منطلق الاهتمام بأن يكون المواطن عنصرا فاعلا في البرامج والخطط التي تستهدف في المقام الأول توفير الحياة الكريمة له.